النهاردة عايز أكلمكم عن أهمية تقديم الفحم النباتي لطيور الزينة. بداية واجب نعرف إيه هو الفحم النباتي. الفحم النباتي هو الفحم الناتج من احتراق أخشاب الأشجار، ده اللي هنقدمه لطيور الزينة. يا ترى إيه فوائد الفحم النباتي لطيور الزينة؟ أولا بيعالج انتفاخ البطن عند العصافير، بيقضي على البكتيريا الضارة في أمعاء الطيور، وبيعالج حالات الإسهال المادة على السمن الغذائي، وبيمتص المواد السامة من أمعاء الطيور. ممكن استخدامه في تعقيم رشوش الطيور، وبيخلص العشوش من الرطوبة الزايدة، وبالتالي بيقلل من كبس البيض، بيحد من انتشار الأمراض المعوية بين الطيور، وبيمتص الروائح الكريهة من البياضة، وبيقي طيور الكناريا من الإصابة بالبطن الحمراء. طريقة تقديم الفحم النباتي لعصافير الزينة، بنطحن الفحم إلى قطع صغيرة عشان يقدر العصفور يلتقطه باستخدام منقاره زيه زي البذور، ومن الممكن تعليق قطعة فحم باستخدام مشاة عظام الصدية، ويمكن تقديمه في ركن من البياضة لأنه بيساعد على امتصاص الرطوبة من البياضة وامتصاص الروائح الكريهة. المحاذير اللي بنراعيها عند تقديم الفحم: ما بنقدمش الفحم عند علاج الطيور بالمضادات الحيوية لأنه بيقلل من تأثير المضادات الحيوية على علاج الطيور. كمان ما يقدمش لطيور الزينة أثناء تقديم الفيتامين لأنه بيقضي على الفوائد بتاعة الفيتامينات اللي بتقدم للطيور. هم دول المحظورين اللي بنراعيهم عند تقديم الفحم النباتي لطيور الزينة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم. ادعمونا بلايك واعملوا اشتراك في القناة، شاركوا الفيديو عشان يصل لأكبر قدر ممكن. إلى اللقاء في فيديو آخر.